من طين وأذن من عجين. ما بك يا دحومي؟ لقد رشح اسمه للمشاركة في مسابقة الشطرنج. هذا جيد، لما الحزن إذن؟ أخبرني عامر أن كل من ترشحوا لمسابقة السنة الماضية قد خسروا. الحركة الأخيرة. لا، لقد خسرت. وهل يعني هذا أنك ستخسر أيضاً؟ ما رأيك في أن تغلق أذنيك؟ ماذا؟ ماذا تعنين يا جدتي؟ هيا اتبعاني. يا كتاب الأرانب، علمنا تجاوز المصاعب. أعلن أهالي الغابة مسابقة لبلوغ قمة الجبل العالي، ووضعوا جائزة ثمينة لمن يصل القمة، فتقرر مجموعة من الأرانب الدخول في المسابقة. هكا موفقا أيتها الأرانب. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين، معكم الأرنبة بسمة مباشرة من الحدث، حيث شاركت هذه الأرانب في المسابقة التي لم يسبق لأحد من قبل أن فاز بها منذ زمن الديناصورات، ولا أظن أن أحدا سيفوز بها أبدا. ها؟ انظروا كم هو عال ذلك الجبل، هل يعقل هذا؟ عال جدا، هذا جدا. لم تنسحب كل الأرانب، فهناك من أكمل السباق ولم يستسلم. أعزائي، يبدو أن لدينا فائزا. مبارك أيها الأرنب، كيف تمكنت من بلوغ القمة؟ هذا رائع حقا. ماذا تقولين؟ أنا لا أسمعك. لقد أغلق الأرنب أذنيه طوال الوقت كي لا يسمع كلمات الانهزام ممن حوله. لا، هذه ثالث مرة أخسر فيها. دحومي، دحومي، أنا أتحدث إليك. هل ناديتني؟ آسف، لم أكن أسمع. وأنتم يا أحبائي، هل تستمعون إلى كلمات الإحباط أم تتجاهلونها؟ أخبرونا بما مررتم به. لا تنسوا الاشتراك في قناة سبيستون على اليوتيوب لمشاهدة الحلقات التالية من مغامرات بسمة ودحومي.